Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هيا نتعلم اللغة العربية للصف الثاني تحت الموضوع أحب أسرتي، ونركز على حرف الواو. صباح الخير، كيف حالكم جميعا؟ أرجو لكم في صحة جيدة. افتح كتاب المدرسة صفحة 26. واو بالفتحة، وا وا وا. واو بالكسرة، وي وي وي. واو بالضمة، و و و. هيا نقرأ معا. ورقة ورقة ورقة. وسادة وسادة وسادة. واو في أول الكلمة، ولاية ولاية ولاية. واو في الوسط الكلمة، أسود أسود أسود. واو في آخر الكلمة، دلون دلون دلون. التدريبات في الصفحة 26. اختر الكلمة التي فيها واو في أول الكلمة، واو في الوسط الكلمة، واو في آخر الكلمة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.